النهارده بتحول علينا ذكرى وفاه الفنان الكبير عمر الحريري، واحد من اهم نجوم الفن المصري والعربي، قدم اعمال كتيره في السينما والمسرح والتلفزيون. الاستاذ عمر الحريري بدا مشواره الفني من هو طفل صغير، ومع الوقت بقى من الاسماء اللي محفوره في ذاكره الجمهور بادوار مميزه جدا في افلام ومسرحيات كتيره جدا لسه بنفتكرها لحد النهارده. اكيد الفنان الراحل عمر الحريري فضل مرتبط بالفن لغايه اخر يوم في حياته، ودي مش جمله مجازيه، دي جمله حقيقيه. فضلت اعماله شهاده على موهبته وتاريخه الطويل. خلينا نشوف مزيد من المحطات في حياه الفنان عمر الحريري. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير عمر الحريري، الذي يعتبر أحد أبرز الأسماء في تاريخ الفن المصري والعربي. وقدم الحريري مسيرة فنية مميزة وغنية شملت أعمالاً في السينما والمسرح والتلفزيون. خليكي أما أنده الولية اللي بتخبز برة تجيب لنا رغيفين. باردون. إحنا جعانين، نفسنا في عيش سخن يا طن. من عينيا يا ابني. شكلها مضحك قوي. ولد عمر الحريري في 12 من فبراير عام 1926، ونشأ في بيت يعشق الفن، حيث كان والده يصطحبه لحضور العروض المسرحية لكبار الفنانين، وهو ما زرع بداخله حباً كبيراً للفن. بدأت أولى خطواته نحو التمثيل منذ صغره، فشارك في فيلمه الأول سلام في خير عام 1937 وعمره لا يتجاوز 11 عاماً. حصل الحريري على أول بطولة مطلقة عام 1955 في فيلم أغلى من عيني، تألق في مجموعة من الأفلام الشهيرة مثل الوسادة الخالية ومعالي الوزير. لم تقتصر أعماله على السينما فقط، بل ترك بصمة في المسرح بمشاركته في مسرحيات مع عادل إمام مثل شاهد ما شافش حاجة والواد سيد الشغال. كما أبدع في التلفزيون من خلال أدواره في مسلسلات مثل أحلام الفتى الطائر وخالتي صفية والدير وشيخ العرب همام. رحل عمر الحريري في مثل هذا اليوم عام 2011 بعد أن قدم آخر أعماله على خشبة المسرح للأطفال، ليختتم مسيرته الفنية من المكان الذي عشقه طوال حياته.